بس اسمح لنا كابتن أسامة نروح مع جمهور النادي الأهلي ونروح معاك لمقر إقامة الفريق من داخل معسكر النادي الأهلي قبل ساعتين من انطلاقة المباراة، نطمن على أخبار الفريق وعلى استعداداته للمسات النهائية المستر مارسيل كولر مع الزميل محمد توفيق. محمد مساء الخير، اتفضل. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتننا الكبير كابتن اسامه عرابي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالطبع يا احمد، بطوله جديده كمان، طموح جديد، خلاص بنتوج بال11 دوري ابطال افريقيا، وخطوات قليله بتفصلنا عن بطوله الدوري واللقب ال43. كمان النهارده ضربه البدايه لبطوله مهمه جدا، اعرق واقدم بطوله في مصر، بطوله كاس مصر. طبعا النادي الاهلي داخل النهارده وهو حامل لقب البطوله، وبالطبع بيبحث عن لقبه ال39، لكن يا احمد رقم يعني صعب جدا على اي حد تحقيقه، وصعب جدا على اي حد يحصل النادي الاهلي فيه، وباذن الله نتوج بيه ونبعد كمان بلقب بطوله الكاس. يمكن طبعا يا احمد برغم الفروق الفنيه الكبيره جدا ما بين الفريقين، ولكن الجهاز الفني، اللاعبين تركيز تام جدا في المباراه، وده بان جدا من التدريبات في التدريبين اللي سبقوا المباراه، وكمان بان جدا في يعني نظام اليوم كله هنا في فندق الاقامه احمد، يمكن نفس النظام المعتاد في المباراه الكبرى النهارده شغال ومستمر مع اللاعبين والجهاز الفني. يمكن 11 الصبح كانت وجبه الافطار، ومن بعدها الفتره او الفقره المعتاده في يوم الفريق وهي فتره التدريب الخفيف هنا في فندق الاقامه اللي كانت الساعه 12:30. بعد كده يمكن الفريق تناول وجبه الغداء في تمام الرابعه والنصف، وحالا انا معاك دلوقتي احمد على الهواء اخر يعني فقرات اليوم او اخر حاجه في يومنا النهارده في فندق الاقامه، وهي المحاضره الفنيه اللي الجهاز الفني باذن الله هيحط فيها خطه المباراه، ابرز الخطوط العريضه للتشكيل، وكل حاجه هيتم تنفيذها اثناء سير المباراه. زي ما قلت لك تركيز تام سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين، سواء كان ايا كان المنافس يا احمد او ايا كانت البطوله، انت عندك طموح واحد هو تحقيق طموح كل جماهير النادي الاهلي، والحصول على رقم واحد اللي ما يقبلش الاسم على اثنين كعاده النادي الاهلي. واكيد كابتن اسامه عرابي واحد من كباتن النادي الاهلي التاريخيين اللي عارف الكلام ده كله، سواء بطوله دوري او كاس او دوري ابطال افريقيا وايا كانت البطوله، انت هدفك فيها هدف واحد وهو التتويج والتربع على عرش اي بطوله بيدخلها النادي الاهلي. يمكن احمد ابرز الملامح بقى كانت في تدريب الفريق، يمكن اللي كنا ملاحظينها امبارح هو الاحتفاء والاحتفال بلاعبي الفريق والعناصر الاساسيه في الفريق اللي تم تجديد عقودهم، كان ياسر ابراهيم، رامي ربيعه اللي تم تجديد عقودهم لعام 2025، وكمان نجم الفريق حسين الشحات اللي تم تجديد عقده لمده 3 اعوام. يمكن اللاعبين احتفلوا بزملائهم بشكل اكثر من رائع، ده منعكس كمان على حاله التركيز والهدوء في المعسكر النهارده يا احمد للمباراه. زي ما قلت لك تركيز تام، كلام اللي دايما كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول للاعبين وكمان مستر مارسيل كولر، ايا كان المنافس ايا كان البطوله اللي بنتنافس فيها، احنا هدفنا هو هدف واحد بس، الحصول على المركز الاول. واعتقد كمان يا احمد في هدف جديد السنه دي يمكن النادي الاهلي حققه في سنين كتيره قبل كده، ان شاء الله كمان يتحقق السنه دي، وهو الحصول على العلامه الكامله. الحمد لله يمكن بدايه الموسم كانت اكثر من رائعه، 2 كاس سوبر، بطوله كاس مصر طبعا القديمه، كمان انت خلاص على بعد خطوات قليله جدا زي ما قلنا من بطوله الدوري، حققت بطوله دوري ابطال افريقيا، يتبقى باذن الله كمان بطوله كاس مصر، ومن بعدها ان شاء الله السوبر الافريقي. كعادة النادي الاهلي يا رب دايما في انتصارات، ويا رب دايما في بطولات، ويبقى النادي الاهلي دايما كان يحمل كعادته على القمه، ويبقى دايما رقم واحد. دي كانت كل اجواءنا هنا من فندق الاقامه قبل تحركنا لملعب المباراه، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وكل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق. كلمة ليك يا احمد، اتفضل. شكرا جزيلا، بشكرك زميل عزيز محمد توفيق من داخل مقر اقامه الفريق. دي اخبار الفريق، وطبعا زي ما قال محمد وزي ما انا ابتديت الحلقه، احنا امام مراحل حاسمه في موسم اعتقد هيكون استثنائي بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاعبين وحتى الاداره. فكره انك انت تحقق كل الالقاب في كل البطولات دي حاجه ما عملهاش او ما يقدرش يعملها غير فريق اسمه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله سواء الخمس مباريات اللي في طريقنا لبطوله الكاس او الاربع ماتشات اللي يضمنوا لنا خلاص حسابيا ورقميا تتويج ببطوله الدوري، وبعد كده بقى نبقى نتكلم على بطوله السوبر الافريقي.